السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نحكي البنات، أول مرة نقول لكم البنات لأن هذا الموضوع كي يتعلق بالنساء. جينا نحكي على أبو جاد، عبد الله أبو جاد، اللي شحال من واحد يقول ليه راس لافوكا، وعلى هاد راس لافوكا سارة مرتو اللي كانت مرتو ما كانش كيعجبها الحال، وكانت كتطلع وكترد بعد ما زرعت واحد النوع ديال الحقد من الناس ليها، لان ضمنات مع راجلها. كيف كتعرفوا هاد راجلها كان مجوج بواحد السيده ولد معاها وليد سميتو جاد، هذاك علاش يقولوا ليه ابو جاد. المهم الاغلبيه الناس يقولوا ليه راس لافوكا، لان كتعرفوا التعامل مع الناس، لبعض الناس تتكون عندهم واحد الحاسه، يعني إذا كتعامل مع شي حد كتعرفو مزيان ولا خايب، ما كتحتاج تمر معاه واحد الوقت باش تعرفو مزيان ولا خايب. واكيد هذا الموضوع هذا كانت كتعاني منه سارة، ولكن كان هو كيلعب بها باش كيقليس من مرتو الاولى، وكان بحال كيستدرجها في هاد المسائل هذه، وكانت مطيعه ليه. سبحان الله، الواحد ديما واخا يكون مزيان واخا يكون قلبه مزيان، ما يمشيش ينجرف وراء الزوج او الاخت او الجاره او الصديقه او اي حد ضد في واحد الانسان هو باغي يتخاصم معاه او باغي يوصل لواحد الرساله عبرك انت. يعني خصنا ديما نكونوا واعيين ونعرفوا اللي بيننا وبين مولانا، اننا احنا يعني الانسان انسان، نقدسوه نحترموه نوقروه. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى خلقه هو وخلقني انا، يعني لوجه الله والتعامل والتربيه واخلاق ما نجارفش ورا شي حد، خصوصا الراجل اللي كيكون مجوج ومطلق وكيشد المراه ديما واخا بغاها ولا ما بغاش، كيقلي لها السم زعما راه انا هانا لقيت، انت باقي ما لقيتي والو. مع العلم ان ساره ما شاء الله عليها زوينه، وعاد دارت براسها صايبه السنان، يعني هي كأنثى زوينه، هو يعني بالنسبه له هو ولا حاجه، غير هو كيبغي يبين ان راه هو وصل واحد المرحله اللي كبر، وعاد زاد زرع الشعر، يعني راه البنات كيتبعوه بحال هاد الولد ملي كان صغير ما كان كيديها فيه حد، لدرجه ان حتى العائله ديالو البنات فيها ما كانوش كيديوها فيه، ولكن منين كبر بحال كينتقم. هو من خدا بنت الغريبة على العائلة، لأن كان الأب ديالها صديق الأب ديالو، اعتبر هو على ما كيقول، اعتبر يعني على ما هو كان تيقول بطريقة، لكن حنا حسينا أنه هذاك الزواج كان زواج مصلحة، وبحال خصو المرأة اللي تبقى تجري وراه او اللي يجذبها ويبقى يلعب بها كما بغى. المهم طلقها ولد مع داك الوليد وطلقها. هو عنده هاد الخصله، غير العيالات البنات غير اللي حطها ابو جاد في راسو من العائله طبعا، لانه ما يقدرش يديباسي هاد الشيء على برا ديال العائله، لانه ما يقدرش، اللي ما عندوش هادي الاولى دوزه، كيولد مع وليد وكيزيد، يعني راه هاد الثالثه هادي يعني المسلسل الحلقه الثالثه راه غادي يولد معاها حتى هي وليد، ويقول لها باي باي. المهم شويه هو ينتبه انه هذاك الزواج لا، ماشي هذيك هي الطريقه اللي بغى يتزوج، هو اللي بغى يتزوج وبغى يخلي المراه تبغيه وبغى يخلي المراه تجري وراه. ناض قال لها اش ندير اش ندير، راه نمشي لساره طيوبه بنت عمي، اللي حتى المسائل العائليه اللي بيناتنا يعني كعمام وكاحترام وكتقدير وكوقار، غادي يخلي ساره تخضع لاي حاجه غادي نديرها، كانه كيخطط اولا باش ما نظلموش، جاتو غير هكاك، لكن هو التخميمه تخميمه خمم فيها مزيان. خداها ساره وبدا كيستعملها ضد الزوجه الاولى، اللي هي بدورها ما سكتاتش، ناضت كتهضر وعودات وقالت انها كانت صديقتها. ردوا البال البنات، ما تبقاوش تنتقموا في صديقاتكم اللي دخلت لشي دار ديال صاحبتها، ما تبقاش تشوف الزوج ديال صاحبتها، سيري شوفي فخوها الا كان عزري. اما الا كان الراجل دخلي عند المراه اولا بلاش ما تدخليش. وكنصح العائلات اللي مجوجات ما تبقيش تجيبي صاحبتك
ودخليها للدار، لان الهدف ديالها كتقلب على راجل، ماشي على راجلك، ولكن انت اللي قصرتي ليها الطريق، لانك كتقولي ليها الاختها وراجلي كيفاش داير وكيتعامل معايا مزيان وعيشت لي عيشه مزيانه وتزوجه، قلبي لك تنتي على راجل وتزوجي بحالي وكيخرجني وكيشري ليا وكيدير ليا. وربما هي عندها فكره ان الرجال اللي كتعرفهم هما مع اختها بنات عائلتها ماشي هاد الطريقه اللي كيتعاملوا معاك انت. اش كتقول؟ كتقول علاش ما ناخدش هاد؟ ها هي وراتني، يعني عاد نبدا نقلب 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 نقدر ما نلقاش شي حد بحال هذا. ها هي القصه مكتوبه ومقروءه من عند صاحبتها. انتم اللي كتوصلوا رجالتكم انهم يشوفوا مرأة اخرى، لان الراجل نهار كيشوف المرأة اللي بغى كيشوفها غير بوحدها، كاين بنات زوين منها، كاينين احسن منها اخلاقا تربيه تصرف تعامل، لكن نهار كيشوفها كيعشقها كيشوفها غير هي. كيفاش كيتحلوا لي العيني على ناس اخرين؟ لان هي اللي كتوصلوا لصاحبتها، كتقول له بطريقتها راه ما كايناش غير انا، كاينه وحده احسن مني زايد عليها هكا وهكا وهكا، والاخرى كتكون هي جاهزه، هي ما كانتش بنت الناس وما كتراعيش. كتقول هذا هو الراجل اللي غادي ناخذ ليه، هي اصلا ما تستاهلش كانت دارت لي. وكتبقى تفكر بعد ما كانت هي وياها كيخرجوا كيتقاسموا بزاف د الحوايج، ولكن واحد النهار ولا جوج ولا ثلاثه ولا 10 د المرات كانت كتصرف معاها شي تصرفات يمكن هي كتصرف عادي، لكن هي الاخرى ما عقت بدوك التصرفات خايبين الا عرفت انها جا الوقت باش ننتقم، لان واحد النهار خرجات وخلصت عليا، واحد النهار شرت الحوايج وشنتت عليا، واحد النهار داتني لدارهم وحطت لي الغدا وتكبرت عليا وبينات لي بالله راهي احسن منها، واحد النهار كتشكر لي فمها وخوها واختها وعائلتها، وها هي دابا عطاها الله الراجل. هادشي هاد القصص هادو ديروهم في عين الاعتبار، البنات راه كيديروا مشاكل. وكنخاطبكم خصوصا هاد اليوم كنخاطبكم بالبنات، لان الموضوع كيخص خاصه هاد البنات الشابات الصغار. هاد السيد هذا كيحوم غير وسط العائله، نرجع للقصه، مشى من بنت عمو اللي قلنا استخدمها باش كتقلي السم لهاديك، خدا دابا بنت خالته، لا احترام الموت اللي ماتت خالته وخالته، ولا احترام لديك السيده اللي كنتي واخده وبزاف د الحوايج شركتيهم معاها باش دير ضد الاولى. يعني راه غادي يبقى فيها الحل، لانها عرفت نفس الطريقه كتعاملها بها. اكيد غتكون ساره ندمات، لكن ساره راه الانسان، انا كنخاطبك ساره، راه الانسان اللي كيتعلم من الاخطاء ديالو وكيطلب الله يسامح ليه من واحد الشخص راه كيزيد القدر، خصوصا الى اعترف بداك الذنب ما بينه وبينه، ماشي بالشرط باش يمشي عنده ويقول لي سامح ليا، حتى باش ما تهينش الكرامه ديالك او تخلي داك الشخص مثلا كاين بعض الناس يهينك ويقول لك ايوا الوقت اللي داتك من النهايه جابتك ليا، لا نطلب منه السماحه، ولا جابتها الفرصه نطلب السماحه مباشره على حسب رده الفعل ديال الشخص اللي غنطلب منه السماحه. شنو بغيت نقول لك ساره؟ راكي بنت الناس ومتربيه وما بغيتيش تلعبي على الموجه وما بغيتيش تطلعي عليها، وخليتي هاد الطليق ديالك كيتخبط حتى ما بقاش كيعرف اش يدير، ما بقاش يحترم الناس، لانه دابا انا قلت لكم التخمينات ديالي والتحليلات ديالي، السيد كان كانه مكبوت في كل شيء، يعني في التعامل مع الناس، مع ما عندوش واحد الجرأة، ما عندوش واحد القوة، وما عندوش واحد الشخصية اللي دابا ولا كيبرز هاد الشيء على اساس اجو تشوفوني انا شنو شكون انا وشنو كندير. كنتي في واحد المحتوى زوين، كنتي كتعاون الدراري في القرايه، كنتي كتقري الدراري، كنتي واحد عاطي واحد اللمسه واحد النظره للشباب الصاعد انه كيبغيو يقلدوك انت وهذاك قبيبو، لكن سبحان الله العظيم الانسان ملي كيوصل وكيعرف الناس راه عرفوه وراه كيبغيو يقلدوه كيبدا تيتخبط، ما كيبغي ما كيبقاش كيمشي واحد الخطه متماسك فيها على الارض، كيبقى غير باغي يطير باغي يطير، واللي كيطير كيطيروا ليه الجناوح. انتي ساره ما درتي حتى شي حاجه خطا، بالعكس
الناس كيلوموا عليك، وخصك تتقبلي منهم انك انت شربتي من نفس الكاس اللي سقيتي به ناس اخرين. هذا ماشي يعني صعيب انك تعترفي به بينك وبين نفسك، وماشي خايب انك تقولي صح انا كنت كندير. وحتى الا بغيتي ما تطلعيش تقولي ماشي مشكل، وانما تبعتي واحد الرساله ان توضحي فيها شي حاجه هكا خفيفه تبين انك انتي كنتي ماشيه في واحد الطريق خطا، ولكن انت بدلتي حياتك 180 درجه وكرستيها لولدك، وليتي كتشوفي طريق اخرى. تقدري يا ساره انت زوينه ماشي لا، ويمكن سبحان الله ربما يعني جاوك بزاف ديال طلبات الزواج باش تزوجي، لكن انت ما بغيتيش، لان احنا كنعرفوا حنا العيالات الا طلقنا بالولاد الصغار كنبغيو نحافظوا على الحضانه باش ما يجيش ياخذها الراجل. كوني على يقين ما غيعطيكش الحضانه، لانه هو كون بغى يعطي الحضانه كون عطاها الاولى. وكوني على يقين احتمال تاني ممكن يحيد لك هذا، لانه السيد كي يدير لك باش يقلي لك السم. كيفاش كيدير لك باش يقلي لك السم؟ يقدر كاع يشدك من هذا من يديك ديال الولد الا بغيتي تزوجي، وتقولي لا راه ما دارش هكا كيف ما قلت انا، وتمشي مع داك الاختيار الاول. ولكن يجيك هو يقول لك لا انا بغيت الولد. علاش؟ لانه كان طلع في واحد اللقاء اعلامي وقال انا كنت كنمهد ليها كيفاش غادي نقول لها راني غنطلقها. لا انت شكون؟ بالصحه والسلامه، شكون انت كتعتبر راسك راجل عندك واحد القوه واحد الشخصيه؟ انا كنشوف بزاف العيالات عندهم واحد القوه وعندهم واحد الشخصيه اللي كيقدروا يقاوموا بها اي مشاكل زوجيه كتجي قدامهم، مثلا الطلاق، مثلا الفراق، مثلا هروب الراجل. راه كاين حتى الفرق ديال الراجل اللي كيزيد وكيخلي الدراري. كتقوم هذيك المراه تطلع منها واحد الشخصيه قويه اللي كتخليها تبين لذاك الرجل راه انا اقوى منك، بالعمل، بالتصرفات، بالاجتهاد، بالتقدم، بالعطاء، ماشي بشرط باش يكون حداها راجل اخر. لان ممكن الا كان حدايا راجل اخر ما تقدرش تطلع مني ديك القوه، ويمكن تقدر تطلع مني ديك القوه، لان غادي نلقى راجل احسن من الراجل الاخر. علاش؟ لاني في الاول ما عرفتش نختار، مشيت بواحد الهستيريا بواحد السرعه وكسرت داك الجسر ديال انا حتى انا جاني رجل انا تزوجت. لكن الى لقيتي رجل تعرفي كيفاش تختاريه، ويكون عندك وسيله الاختيار اللي فقدتيها في الاول وتختاريها في المره الثانيه، غادي تكوني لقيتي الرجل المناسب اللي تضربي به الرجل الغير مناسب. لكن ساره انا كنصحك وكنقول لك ان بزاف الناس ما كانوش كيبغيوك، ما كانوش تيحبوك على دوك التصرفات اللي كنتي كديري، مع العلم ان كنتي كتباني ماشي انت اللي كدير، مع انك انت كنتي تلميذه الاستاذ. الناس كلها غادي تسامحك، وكنصحك انك انت تزيدي القدام، ولا لقيتي ما ينجحك ويطلعك ما تردديش، وما تسمعيش لهذوك التفاهات، وما تسمعيش لهذوك الاشياء اللي كيخرجوا منه هو وكيبغي يضغط عليك باش انتيا ترجع تنوضي تهضري باش يبين الاخرى يقول لها شتي راه كتموت عليا، راه ما تقدرش تعيش بلا بيا. لان انتي واحد النهار قلتي لي سيد رجال، هذيك سيد رجال ما تسحبيهاش. علاش؟ لانك بنت الناس وكنت مزوجه براجل وكان سيد رجال في ذاك الوقت. خلي هاد الثانيه تعطيه لقب ثاني باش نجمعوا ليه كل مسلسل كيفاش كان. في الاول ابو جاد، مسلسل الاول ابو جاد لان خرج بها جاد، الثاني سيد الرجال. حنا دابا كنتسناو من الزوجه الثالثه هي اللي تعطي المسلسل ديال الزواج الثالث، وهكذا دواليك. ساره راكي غاده مزيان، وكنتمناك انك انت ما تحبطيش نفسك، وعطي القوه لنفسك وعطيها للبنات اللي متبعينك وتيبغيوك. وعذري اي وحده قالت فيك شي حاجه طلعت وحللت وقالت انك انت اللي كنتي درتي حتى هذا، قولي ايه عندهم الصح. وعارفه ديك التجربه الاولى ما تهزمكش، بالعكس انت تعلمتي واحد الدرس مجانا، واحد الدرس مجانا تعلمتي، عشتيه وشفتيه وعايشتي بزاف د المراحل ضد ومع. الحين انت ساره بغيناك تكوني واحد الانسانه
اللي يشم منها او يستنشق منها الجيل اللي طالع من البنات اللي كيتسرعوا كيبغيو غير يتزوجوا، يتبيني لهم انك انتي بطريقتك ما تحاوليش تطرقي ليه، بطريقتك ان ياخذوا واحد الوقت طويل باش يتزوجوا باش يعرفوا، مع العلم ان بحر رجال التحرميات ديالو وهذا راه كبير. ما تقدريش كل راجل كيطلع لك بقصة، كل راجل كيطلع لك بحيلة، وكل راجل كيطلع لك بأشياء كيبغي يديرها هو في راسه باش ينتصر بها على ينتصر بها على المرأة اللي واخد. وعرفوا ان كل النتائج اللي كتخرج منها المرأة بالزواج الاول وكتنجح، هذيك هي المرأة اللي استفدات منها. اما نطلق ونمشي ونجلس ونقل من نكون في واحد المرتبه وننزل لواحد المرتبه باش نعيش داك المستوى، لانه قل عندي هذاك، لا داك راه كيزيد كينزلك لتحت، لا خصني نعيش مستوى ثاني. المستوى الاعلى راه ما تيكونش مادي، المستوى الاعلى راه تيكون معنوي، كيكون بالقوه، تيكون بالصلابه، تيكون بالثقه بالنفس. تنتمنكم تنتوما تستفدوا من هذه القصه ديال ساره، وإلى اللقاء قصة ثانية أكيد.